منورانا دلوقتي الفنانة الجميلة ميرنا وليد معانا في بوابة أخبار اليوم. منورانا يا ميرنا النهاردة. أهلا بيكي. عايزين بقى نعرف رأيك النهاردة من خلال مهرجان افتتاح مهرجان دورة 17 للسينما. والله انا مبسوطه قوي، مبسوطه قوي انه ان احنا بنحتفل دلوقتي وعندنا اجواء فنيه وابتدينا نفوق وابتدينا نحس بالامان وبقى لينا نفس وعندنا امل اننا نخش ونلبس ونبقى نازلين رايحين نحضر حفله، وان احنا بنتكلم في مهرجان وابتدينا نركز في الحاجات الفنيه الحلوه اللي عندنا وفي مبدعينا ونكرمهم وفتقدنا الفنيه ونبتدي نحتفل بيها، لانه احنا تعبنا سياسه وتعبنا اتخنقنا اخبار دم وعنف ومظاهرات وتعبنا وزهقنا واتخنقنا واكتئبنا وخلاص بقى يعني وخلاص بقى بجد. فالحمد لله الحمد لله ان احنا فعلا جه اليوم تاني ان احنا نقول احنا هنحتفل مهرجانات تاني وعندنا احداث فنيه تاني. الحمد لله الواحد بجد اليوم ده يعني حلم بيه، حلم بيه وكان حاسسه على فكره بعيد قوي. متفائلة يا منى الفترة الجاية؟ قوي متفائلة قوي وحاسة ان كل الناس يعني حاسة ان الفترة اللي فاتت دي ربنا عملها لخدمة مصر. والله كلنا حسنا قد ايه احنا بنحب البلد دي وقد ايه عايزينها تكبر وتبقى حلوة وتبقى وحسينا بقيمة الحاجات اللي فقدناها. يعني طول عمرنا بنعمل مهرجانات بس عمري ما حسيت بمتعة المهرجانات زي دلوقتي، لانه فعلا حاجة افتقدناها سنتين ثلاثة، فتحسي انه الله الحاجات الحلوة دي كانت فين؟ فين اهتمام الناس بالاحداث الفنية بتاعتها؟ فين المهرجان السنة دي المختلف فيه احساسه؟ احساس الناس فيه قد ايه فرحانة وقد ايه سعيدة؟ هو ده، هو حاسين ان احنا مصر رجعت بجد بجد. طيب منى بقى بتحضر ايه الفترة الجاية؟ انا غالبا السنة دي ان شاء الله يعني او اول حاجة داخلة بيها احتمال مسرح، وده انا طول عمري بعيد عن المسرح تماما يعني، بس من كتر الطاقات عارفه حاسه ان انا عايزه اعمل مسرح وعايزه اعمل سينما وعايزه اعمل تلفزيون وعايزه اعمل اذاعه وعايزه اعمل اي حاجه. انا وحشني احس ان انا بعمل عمل فني للناس واحساسي بالخوف انه يا رب هيعجبهم يا رب مش هيعجبهم، لا انا عايزه ابقى احسن. كل الحاجات دي وحشتني، كلنا الحقيقه نفسنا نحس ان احنا بنعمل حاجه فنيه، حاجه حلوه، حاجه تسعد الناس، كلنا نفسنا نحس بده. انا الناس صعبانه عليا، ما بنفتحش تلفزيون الا يا برنامج سياسي يا خناقه سياسيه يا حوار سياسي. وبعدين يعني الناس تعبت، الناس اعصابها تعبت بجد. معاكي بنودع 2013 وبنستقبل عام 2014، بتتمني ايه في عام 2014؟ بتمنى 2014 مصر الناس المصريين يشوفوها زي ما حلموا بيها وزي احلى شكل نفسهم يشوفوها فيه وتبقى احداثها الحلوه في 2014 تنسينا مرارة الأحداث الوحشة اللي حصلت في الثلاث سنين اللي فاتوا، لأن مصر عدت مرحلة صعبة قوي. لو عدت على أي بلد تانية الأحداث دي عشان تحصل كل الأحداث دي تاخد لها بالمرتاح 50-60 سنة بجد، وكمان وتهلك البلد اللي تعدي فيها لو كانت بلد كويسة مستقرة، ما بالك مصر بلد تعبانة اقتصاديا أصلا. فإنها تعدي بكل الأحداث دي وتعدي منها بسلام، دي آية من آيات ربنا على الأرض، والله آية من آيات ربنا على الأرض. فرجنا معجزات كتيرة قوي الفترة دي، فالحمد لله يعني إن إحنا قدرنا نعدي وقدرنا النهاردة نقول إن إحنا بعد الأحداث دي بكلام بسيط كنا واقفين وبنعمل مهرجانات وبنحتفل تاني وبنرجع مصر على رجليها. يا على الجمال، يا على الأحلام اللي بتتحقق. يا رب 2014 تحمل كل أخبار جميلة وكل محطات العالم التلفزيونية ما يلاقوا خبر وحش يعرفوا يذيعوه إلا إنهم يذيعوا الأخبار الحلوة عن مصر وأحداثها الفنية احتفالات الشعب المصري. يا رب. نورتينا جدا يا ميرنا النهارده بوابة اخبار اليوم. ميرسي ليكو جدا، ميرسي ليكو.